السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إيه إبراهيم. النهاردة هنتعلم هنعمل إيه لما قوائم الرينو كلها تختفي. أنا دلوقتي هشيل القوائم كلها وهوريكم إزاي نرجعها تاني. نيجي من Tools Option Toolbars، ممكن إن إحنا نطلع القوائم من هنا أو نختار Restore Defaults. لما بختار Restore Defaults بيطلب مني إن أنا أعمل Restore. هنقفل دلوقتي الرينو ونفتحه تاني. زي ما انتوا شايفين القوائم رجعت، تعالوا نشيلهم تاني واوريكوا ازاي نجيبهم قايمة قايمة من نفس المكان. اول حاجة القايمة اللي هنا اللي فيها كل التولز بتاعتي اسمها مين، مين بس، مين وان بتجيب لي جزء ومين تو بتجيب لي جزء، لكن مين بتجيب الاتنين. زي ما انتوا شايفين جابت لي القايمتين. هنيجي نجيب الجزء اللي فوق اللي هنا، نختار ستاندرد تول بار جروب 15 تاب، ندوس اوكي ونرجعها مكان هي دي القائمة كلها. ندوس على المثلث الأحمر ده، دي اللاير بتاعتي. اول سناب هندوس من هنا ادي الاول سناب. طب في طريقه تانية اجيبها؟ ممكن برضو من هنا. طيب بالنسبه للقائمه اللي بيبقى فيها الفيو بارت بتاعتي اجيبها منين؟ بنيجي من هنا من عند المربعات الرمادي دي ونختار فيو بارت تابس، تابس شو اور هاي، هنختار شو بالمنظر ده. وبرضو لو مش عايزها ممكن نختار هايد بشكل كده. انا رجعت القوائم الاساسية. لو انا عايزة اضيف اي قائمة باجي من هنا show or hide واختار القائمة اللي انا عايزة اضيفها. انا هنا ضايفة الرينو جولد كبلاجن، فهدخل القائمة بتاعته من هنا، هدخل الحاجات اللي بستخدمها فيه من هنا. تعالوا برضو نظبط حاجة في السيتنج. لو انا فاتحة الاورثو خدت بالكم الخط بينزل مستقيم بالظبط وبيضايقني في الحركة، ممكن برضو من رينو اوبشن اختار مودلين اورس سناب افري خليها 22.5، كده هيتحرك كل 22.5. فبصوا لو انا جيت دلوقتي رسمت الخط والقرش مفتوح حركة اسهل كتير. ممكن برضو من ابيرنس اغير اللون بتاع السلكشن او اي لون من السيتنج بتاعت الرينو بتاعتي. يعني مثلا لو خليت لون السليكشن بي بقى لونه بي، هرجعه اصفر تاني. ممكن برضو من هنا اختار كروشير، دي ميزتها اني وانا شغالة لو عايز ارسم حاجة او اقيس حاجة بيظهر لي خط بالطول وبالعرض، بيبقى اسهل كتير وانا شغالة. دلوقتي خدت بالكم وانا بقيس بيطلع لي مقاس فوق بس، يعني مضطرة استنى من البداية للنهاية عشان اعرف المقاس بتاعي. ممكن اجي من هنا، نجي من هنا وافتح كل الاوبشن دي ديستانس والسناب كل حاجة وتعالوا نقيس. بصوا طول ما انا ماشية بالخط بتاعي بيظهر لي كل المعلومات بتاعته، مقاسه وزاوية ميله كل حاجة. ممكن اكتب الرقم واقف على طول او تساعدني بس وانا بقيس مش اكتر. تعالى نعمل حاجة كمان، لو جيت هنا عملت ده سيرفس دوفت مثلا، زي انتوا شايفين الوش زي الظهر. ممكن اجي من هنا display option وغير في الاوبشن بتاعت الشادو. مثلا هنا back face setting هو مظبوط على rendering material، ممكن اخليه single color واختار اللون اللي يعجبني. ده هيساعدني اني وانا شغالة ابقى عارفة ان الشكل بتاعي مظبوط ولا مقلوب، خاصة في الرسم الستون. طيب بصوا لما انا قفلته ممكن اجي هنا الاكس راي اغير في السيتنج بتاعتها برضو ان هو مقفول يبقى فيه شفافية شوية.
ممكن برضو بدل ما اجي من هنا من علامة الترس دي هيفتح لي نفس القايمة. هنغير في الترانسبيرنسي ونزودها شوية، بصوا لما خليتها 20 شفافية خفيفة نزودها شوية زي ما انتوا شايفين. دي بتساعدني وانا شغالة ان انا بقفلهم وببقى شايفة ايه اللي بيحصل جوه. لو مش عايز تعملها عادي ممكن تغير اي حاجة في السيتنج زي ما انت عايز من نفس المكان. كل الاوضاع بتاعتي موجودة هنا ممكن اغير فيها. اهم حاجة طبعا تدوس اوكي عشان كل اللي انت عملته يتسايب. لو انتوا لاحظتوا لما باجي ابني سيرفس او اعمل اي شكل بيطلع لي على طول من غير اي خطوط فيه، تعالي اوريكم انا عملت كده ازاي. باجي من هنا بختار جنرال وبعمل ان تشيك على شو ايزو كيرف. بس لو انا رجعت الامر زي ما كان ظهر الخط. لو عايز اشيله من نفس المكان ونعمل ان تشيك بس كده، هي بتبقى احسن وانت شغال عشان الخطوط دي متزاولك. طيب دلوقتي انا خلصت السيتنج بتاعتي. لو انا قفلت دلوقتي الراينو في احتمال ان اجي افتحه ممكن ما الاقيش كل السيتنج بقت موجوده، وتجنبا لذلك هاجي من هنا فايل سيف اس تمبلت. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، اتعلمنا فيه ازاي نستعيد القوام الراينو اللي ضاعت. لو عندك اي استفسار ممكن تسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.